الجزائر تعلن رسميا الدخول لأول مرة في تاريخها قائمة الدول المصدرة للحديد وذلك مع نهاية عام 2019 المقبل وفق ما أعلن عنه وزير الصناعة الجزائري يوسف يوسفي ومن المتوقع أن سقف الصادرات الجزائرية من الحديد سيتجاوز مع بدء تجربة التصدير العام المقبل ما معدله 6 ملايين طن سنويا وستعتمد الجزائر في تصديرها للحديد على مركب توسيالي للحجار في مدينة وهران شمالي غرب البلاد والتي جاء الإعلان عن بدء التصدير منها خلال ندوة صحفية عقدها يوسف عقب زيارة أداها للمركب وقال يوسفي إن الجزائر تستعد لخوض تجربة تصدير الحديد بإنتاج سيتجاوز سقف 6 ملايين طن سنوياً، وإن ذلك يأتي في سياق توجه جديد تبنته الحكومة الجزائرية والتي ستبدأ فعلياً في تصدير ما يربو عن 120 مليون دولار من منتجات مركب الحجار نهاية العام الجاري وأضاف الوزير الجزائري أن هذا التوجه جاء بعدما دخلت الجزائر مرحلة الاكتفاء الذاتي في ميدان الحديد والصلب خاصة فيما يتعلق بمواد الحديد الموجهة لميدان البناء والتعمير حاثا على مساهمة منتوجات مركبات الحديد في الجزائر في صناعة السيارات والأجهزة الإلكترومنزلية وتعتبر مادة الحديد المستخدم للبناء احدى المواد التي دخلت الجزائر قائمة مصدريها خلال السنوات الاخيرة بعد بديها تصدير الاسمنت لاول مرة عام 2016 في اطار مساعيها لتنويع اقتصادها وخفض الاعتماد على النفط والغاز مضطربي الاسعار عالميا خلال السنوات العشر الاخيرة وكانت وزارة الصناعة والمناجم توقعت اكتوبر من عام 2017 بلوغ منتوج البلاد من الحديد الحديد والصلب مع حلول عام 2020 12 مليون طن وذلك عبر العديد من المركبات الصناعية